الانطلاقة تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وها هي انطلاقة شوطنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا الحادي عشر الخاص بالبكار. نتابع الصدارة، نتابع جبارة لحمد بن سعيد بن محمد العويسي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الدوحة لحمد بن علي بن حنزاب المري. أما المركز الثالث، المركز الثالث ضج لسلطان بن محمد بن رشيد السويدي، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع وتأتي هنا العابرة لحمود بن ناصر بن سالم الليامي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات والوصول من قبل الكاسبية عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي، والوصول هنا من قبل متعبة مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي وشعار برويس. من الجانب الآخر هناك شواشة حامد بن سلطان بن حمد بن سالم بن حضير، من تنطلق بهذا الأداء الجميل، والوصول من قبل الضبية حارب بن محمد بن حمد لقتبي، من تنطلق بتحديات جميلة، والوصول هنا ناصية أيضا قادمة لسالم بن مسعود بن سالم العويسي، من تأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع تأتي ثارة العلي بن سالم بن هياي المنصوري، والمركز العاشر الوصول من قبل الشاهنية سعيد بن صالح بن سعيد السبيعي، من تأتينا سعد بن صالح بن سعد بالعز السبيعي هي المنطلقة. نعود مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وجبارة جبارة جبارة هنا تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة حمد بن سعيد بن محمد العويسي. ركز هنا بهذا الأداء يا أبو محمد، ركز بهذه الانطلاقة يا أبو عيسى. أيضا أهل الرفيعة هناك يبون سلام صباحي مميز وجميل هنا على ظهر جبارة. المركز الثاني، المركز الثاني تأتينا الضبية حارب بن محمد بن حمد لكتبي، هنا من تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. المركز الثالث بن حنزاب مع الدوحة حمد بن علي بن جابر بن حنزاب المري مع الدوحة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع أهالي الوثبة هنا مع ثارة علي بن سالم بن هياي المنصوري قادم، وأيضا الوصول من قبل هنا لغزيل سالم بن محمد بن علي بن سعيد ليديلي أيضا قادمة بهذه اللحظات والتحديات الجميلة. وبن حلوكة من الجانب الآخر، حغريفة بن سالم بن حلوكة، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة وإلى جبارة في الصدارة، جبارة في الصدارة وفي المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا حمد بن سعيد بن محمد العويسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. وجبارة هي المسيطرة على زمام الأمور، مسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تنطلق بتحديات جميلة. أرى الوصول، يا سلام، الله الله الله، شعار بالروية قادم وشعار القديلي قادم، الله الله. هنا الوصول من قبل الشاهنية حمد بن سعيد بن صالح المنصوري، هو جبارة، جبارة على الصدارة، جبارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، جبارة. وهنا الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة هنا والصدارة. تهانينا تهانينا للسيد حمد بن سعيد بن صالح المنصوري. المركز الثاني جبارة للسيد حمد بن سعيد بن محمد العويسي. المركز الثالث،
في هذا الانطلاق المميز الجميل ثالث مراكزنا. تروني لأن التدخل قوي صرت مع الهنتين هذا الانطلاق المميز، والشمس أيضا لها دور. نعود بالتهنية أيضا لمالكي هنا الشاهينية حمد بن سعيد بن صالح المنصوري.